بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، les anciens ont renié ces signes divins. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة، يعني ربي يسالك في الطريق باش تشد الطريق، اللي هي هذيك آية، هذيك حاجة خارقة للعادة، لازم تلتفت لها وتعطيها قيمتها وتحضر كلام النبي عليهم السلام جميعا اللي أتى بتلك الآية والآيات. راهو قالوا مش يتم، إنك قال لك لا شرب يوم ولكم شرب اليوم الآخر، أنتم هزأتم واستخففتم بهذه القسمة التي قسمة عادلة ليست قسمة فيزة باطلة، فكان مكان وقاع تاريخكم مرسخ، سواء كان في الروايات اللي يتنقلها الركبان ولا في الأحافير. مكان ثمود ممكن الأحافير بينت اللي هناك وقعت الواقعة وسخطوا فيها وتخاهم كأعجز نخل خاوية، وكما تقعدوا على هيئة اللي ضربته الصاعقة بالصوت ولا بأي مصيبة. فإذا كان فما تاريخ اللي مش مغطي سترونه في القريب العاجل إن شاء الله، وتعلمون أن القرآن ليس كلام هذاء أو هذيان، بل كلام من الرحمن نزل على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام.